كيفية اختيار مات الورد مات الزهر بعض الزيوت الأساسية الخاصة للا بجمالك. معنا للا العيدي أمينة وهي رئيسة تعاونية النسيم للتقطير مرشدة وموجهة في هذا الصباح. هذا صباح الخير للا أمينة. أهلا وسهلا. صباح الخير أختي جيهان. أش خبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله أختي. كيف كنتم نتوما؟ مزيان الحمد لله. كاين شي برد في نواحيد فاس؟ ايوا داكشي اللي كاين فاس كاين غير البرد. عارفه معروفه بالبرد. الحمد لله كاين البرد واللي جا فوقته بيتلامى لالا امينه. ايوا الحمد لله على كل حال. طيب حنا كنعرفوا يعني السيدات يعني كيامنوا يعني بالمواد الطبيعيه وفي اختيارها يعني ممكن يوقع غش، ممكن ما تشريش يعني مثلا مات الورد اللي هو اصلي، ممكن مثلا تغش في مات الزهر، ممكن الزيوت الاساسيه الطبيعيه ما تقدرش تاخذ اللب والجوهر ديالها يعني الاصلي في اختيار يعني هذه المواد التجميله الطبيعيه. كيفاش ممكن ترشدينا لالا امينه العادي وكيفاش اننا ما نوقعوش في عمليه غش، وانه فعلا في عمليه الغش كاينين مخاطر على البشره ولا على الشعر خصوصا في الخلطات الطبيعيه اللي كتكون بكميات يعني مختلفه في مواد طبيعيه اخرى. فكيفاش يعني تكون هذه المساله حاضره معنا وهذا الوعي يكون حاضر معنا في شراء هاد الزيوت الطبيعيه وهاد المواد التجميليه؟ نعم اختي، هي بالنسبه للزيوت راه ما يمكنش بحال دابا تعرفيها غير من نظره هكايا. نعم. بالنسبه للانسان اللي كيمشي يتقدى ولا كيشري راه ما يعرفش صراحه الله. نعم. لان كاينين شي زيوت كيتقطروا راه ما كتبقاش فيهم الريحه ديالهم. كاينين بحال دابا كاينه الحبه السوداء كتبقى فيها الريحه مجهده. وانما زيت اللوز الزلجلان كتبقى ديك الريحه يعني قليله ربما توصلك ما توصلكش. نعم. تما كيكون الغش. دابا اللي مولف كيغش راه ما غاديش تعرفيه. نعم. ولا بغيتي تقداي لنفسك وما تعرضيش بحال دابا لهاد الغش هذا خصك تكوني كتعرفي هاد الانسان هذا اللي كيقطر ولا بحال دابا هكا التعاونيه يعني موثوق بها. نعم. عاد الانسان يمكن له يشري بحال هاد الشيء ما الوجه راه يعني شي حاجه ما يمكنلكش تلعبي بها او لا. تماما. وبالنسبه لمد الورد يعني حتى هو نفس الشيء، واش من ريحه نعرفوا واش من لونه مثلا نعرفوا؟ لا اللون لا، الريحه لا. شوفي لا اللون ولا الريحه. نعم. يعني كاينه واحد الحبه صناعيه كتداريه في ماء كتعطيك في الورد او الزهر كيما بغيتي كاع ريحه زايده. نعم. ولكن هي خطيره ان الانسان يشريها لان كاين اللي كيستعملوا الوجه وكاين اللي كيديروا حتى لعينيه الورد. نعم. نعم. يعني راه خطير، انا ما نظنش ان الانسان يقبط ويشري. نعم. يمشي لواحد المحل موثوق به عاد يمكن له يتقطع. نعم. هادشي اللي زعما طيب. هادشي حنا زعما بحكم التجربه ديالنا كنعرفوا هاد المسائل هادي. طيب عندكم بعض الوصفات طبيعيه اللي هي مخلطه وجاهزه لالا امينه العايدي، شنو طبيعه هاد الوصفات؟ عطينا الشونتيو من تعاونيه النسيم للتقطير لالا امينه. ماشي شونتيو. مرحبا. تفضلي. مرحبا. كاين جوج ديال الوصفات، وحده الوجه وحده الشعر. بسم الله. يعني شغل نقول لك داك الشيء مجرب وهائل بالنسبه للشعر. كاين واحد الوصفه كتاخدي زريعه الكتان، الزيت ديالها هي زيت زريعه الكتان، حب رشاد الزيت ديالو حتى هو زيت حب رشاد. كتجيبي الماء ديال البصله، بصله حمراء كتحك كتاخدي غير الميه ديالها بيضه صافيه معلقه، وكديري معلقه مع الزيت معلقه مع الزيت كبيره يعني كتخلطيهم على حسب الشعر واش طويل ولا قصير. وكتدوز كتشقي بهم الشعر ديالك، ومن بعد ما كتشقي كتبقاي تماصي الجلده ديال شعرك، تنضي عينيك وتبقاي تماصي باش كتسرب داك سميتو الجلده ديال الشعر، المنافع ديال المواد الطبيعيه للجلده ديال الشعر. نعم. يعني المراه واخا تبات بها حتى الصبح وتغسل كان احسن. اها ما كانش احسن واحد ساعتين يعني تغسل. اييه غير ساعتين غير ساعتين كاع ساعتين كافيه. ولكن تنقول لك غير التجربه الاولى الثانيه يعني الشعر كتشوفي نهائيا. انا غادي بحكم التجربه ديالي
ما كيبقاش يطيح نهائيا وكتولي فيه يعني واحد الحيويه زوينه. نعم وكيما واحد اللمعان كيرجع حتى داك اللمعان للشعر لالا امين. فعلا نعم. فعلا ماشي ضروري تكون حتى مولات الشعر تكون نزله صغيره واخا تكون يعني حتى شي شويه هكا تيولي داك الشعر يعني الشكل تيتبدل. نعم هذه الوصفه عندي واش المراه خاصها ديرها مره في الاسبوع ولا مره في الشهر ولا مره في 15 يوم شنو الوتيره ديالها لالا امين؟ لا هي الا كانت مره في الاسبوع زوينه. نعم مرة في الأسبوع أحسن يعني الشعر الشعر ما كيبقاش يطيح نهائيا. نعم تكلمتي على زيت زرعي التان زيت حب رشاد ونقطه معلقه كبيره معلقه كبيره والماء ديال البصله حمراء وحده نحكوها ونصفيوها ناخذوا ديك الميه ديالها نحركوها ونشقوا بها الشعر مع مساج باليدين ديالنا ومع واحد الرولاكس كذلك الواحد يرتاح وهو كيدير بحال هذه المواد الطبيعيه ما يديرش الماسك وينوض يجري وينوض يشقى وينوض يهز الحوايج ينشفهم في السطح وينوض وينوض اكيد هذه الوصفات خاصها راحة. طيب هنا الزيت زيت زريعة الكتان وزيت حب رشاد باش نعرفهم راهم اصليين وما فيهمش الغش الامينة. لا ما تعرفيهمش. حتى هما. لا ما تعرفيهمش شتي فاش كيتقطروا يعني ديك الريحة كتكون بحال دابا حنا لا شمينا راح تجينا ديك ديك النسمة لأن حنا مولفين دابا فيها. نعم. وإنسان عادي هكا راه ما غاديش يعرف الريحة ديالها. نعم. نعم كاين ريحتها شويه قليله ولكن الا كانت زعما الزيت يعني طبيعيه بيور مزيانه راه كان احسن يعني الانسان يستعمل هاد الزيوت هادي. طيب نمشيو للوجه الوصفه اللي كتقترحي علينا. الوجه اختي كاينه زيت اللوز زيت اللوز الحلو الحلو شنو الفرق ما بينه وما بين الحاره لالا يعني الحار كتقدري تستعمليه حتى للشعر. نعم تستعمليه للوجه او للشعر وانما اللوز الحلو كتستعمل خاصه للوجه للبشره. نعم اذا زيت اللوز الحلو ايه كتجيبي معلقه ديال صغيره ديال العسل معلقه صغيره عسل ياك عسل عسل ايه شويه ديال الليمون ماشي غير شي جوج قطيرات ولا ثلاثه ماشي الليمون شوش. الليمون كتقصدي به الحامض لالا امينه الحامض الحامض هذا الحامض قطيرات قطيرات ايه نعم اختي صافي هادو تستعملهم بالليل. نعم ندير كل انسان هكا في دارو تغسل وجهها بصوابعنا طبيعيه طبيعيه ماشي ديال الريحه تنشف ودير هاد الخلطه هادي على وجهها. نعم وفي نفس الوقت مع مساج الوجه. اذا معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو معلقه صغيره ديال العسل وقطيرات من الحامض ياك لالا امين. الحامض شحال تقريبا كيبقاو في الوجه تقريبا؟ تخليهم غير ديك نص ساعه هكاك يعني الوجه كيشرب داك الشيء ما كيبقاش. اييه كيبان لك نشف كيبان لك نشف كينشف اييه كينشف داك الشيء في الوجه اكيد مع كتماصي الوجه ما تيبقاش صافي وتغسل وجهها تبارك الله عليك حتى انت غزاله لالا امينه العليم انت بنولك التوفيق في تعاونيه النسيم اللي تقتر قلت لي هذه تعاونيه نسائيه 100% ياك لالا امينه العليم نسائيه 100% في النواحي فاس فين بالضبط في النواحي فاس لالا امينه النواحي فاس ملي كتكوني غاده لجهه سيدي حرازم اها فهذيك الطريقه افتك الطريق هذيك الطريق كتصنعوا كتصيبوا كل شيء عليد كتصيبوا كل شيء تقليدي بالات هي تقليديه زيوت طبيعيه زيوت اساسيه تقطير ديال الورد تقطير ديال الزهر ياك لالا امينه داك الشيء بلدي داك الشيء ديال الورد والزهر بلدي داك الطنجره القديمه اللي كتفور وكتطلع داك الشيء. نعم نعم اللي عجبني اللي عجبني لالا امينه العايدي في هذا التعاون انكم عيالات كاين اللي فيكم ارمله كاين اللي فيكم مطلقه عندكم كاين اللي عندها اربعه الاولاد سته الاولاد كل وحده الا وكتجر في نهار هذاك القوت اليومي لولادها بهذه التعاونيه وبكرامه وهذا الشيء اللي بغينا نوصل للمستمعين والمستمعات المراه المغربيه قادره انها تخدم بكرامه وبشرف وتجيب ذاك الشويه وذاك الطرف ديال الخبز لوليداتها حلال لا امينه العايدي مشكوره جدا صباحكم مبروك كنتمنى ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير الله يبارك فيك اختي كنسلم عليكم كاملين شكرا لك خليناك على خير لالا